يعني انا اوكي طبعا من طول النهار بسمع السيده ام كلثوم وبحب الطرب، بس اما باجي اغني ولا باجي بالليل عايزه مثلا ارقص ولا يعني اسهر وكده بحب الاغاني الايقاعيه. الليلات يا عمده ايقاعي هو شعبي، بس في معايا جاست اوف اونر اللي هو سعد سعيد حريقه. سعد حريقة. سعد اوكي حريقه فنان المهرجانات، هو اي حته مهرجانات، اوكي فهي الأغنية شعبي مودرن وفيها مهرجانات، فاللون جديد والناس سمعت بتشتغل قالت لك الاغاني ايه دي ده كويس في لبنان؟ دومينيك بتغني مهرجانات. لا اللون بالنسبة للبنان لسه جديد، لسه بس جديد. الناس حابينه والناس عايز تعرف ايه يعني مهرجانات، وحلو المفهوم ده. حتى الغرب بيقلدوا اغاني المهرجانات ومعجبين جدا بالاغاني المصرية الويف الجديدة اللي هي المهرجانات. يعني انت شايفه ان فاستنى ده شوية ترند؟ كمان، ده ترندي جدا، والغرب هيبتدي يعمل مهرجانات زينا بالظبط. بجد هيبقى عندهم اوكي فالناس وارتجل. دايما بتنظر نظرة فوقية لأغاني المهرجانات، بس لازم يعرفوا إن أغاني المهرجانات دي هي نوع يعني نادر جدا بالنسبة لكل العالم، فهو نوع إيقاعي باللبناني بيرقص يعني خلاص، تسمعه مش ممكن ما تقومش ترقص يعني. طب وهل النوع ده انت واخداه كترند ليكي عشان تخشي مثلا بيه لا السوق في مش عايزه مصر او اخش، كده؟ ولا عايزه اخرج، انا بعمل اللي بمزاجي، بعمل اللي بحس يعني فيه حاجه انا. انت بتحبيها وحاسه بيها. ايوه طبعا، بس في ناس افتكروا اغنيه عتريس من ورا الاغنيه ايوه مع دي، هي عتريس. ما كنت تقريبا لسه نفس الهاي. مين عتريس دي؟ مين عتريس؟ مش جوزي ولا حاجه، دول في ناس لما شافوا الكليب صدقوا افتكروا ان انا متجوزه واحد اسمه عتريس. انا تقولوا لي افتكرت انت كده والله. جوزك فين؟ ما انت متجوزه عتريس. لا طبعا انا مبهوره بشكل كاركتر عتريس، اللي هو الراجل الصعيدي التخين شوية والجدع، فالشخصية دي دايما ملفتة. أو اوكي الكليب لنادي عمدة جايبين فيه حتة من فيلم الزوجة التانية، ودي كانت فكرة المنتج محمد السبكي لما سمع الأغنية، قال لي لما تيجي تصوريها جيبي حتة مشهد كده من الزوجة التانية عشان اوكي الناس بيحبوا اللبس الفلاحي طيب عليه. يعني ده معناه ان فكره الاغنيه انت كنت كان ليكي انبوت في الاغنيه، او كان ليكي فكره انك تديها الاغنيه بتاعتك، ولا ايوه سبتيها كلها يعني هي للمخرج؟ كنت عايزه، لا المخرج احمد سعد على فكره هو مبدع وهو بيسمع كويس، انا بحب المخرج اللي بيسمع الفنان، هو شخصيته ايه، بيدرسه وبيذاكر كويس، بيعرف هو رايح فين، مين الاودينس بتاعته، جمهور الفنان منتظر يشوف دومينيك باي شكل وباي لون وباي لبس. غرامي وهوايتي المفضله اغني في الافراح. احنا اتكلمنا عن الغنى، هنتكلم دلوقتي عن التمثيل. انت شاركتي قبل كده في فيلم البي البيه رومانسي. رومانسي، ومثلت عيون خائنة بلبنان مع توني خليفة إنتاج، كان فونيكس. مثلت كمان ضيفة شرف بالفيلم بيتعرض دلوقتي بلبنان، ماكس وعنتر، اللي هو واحد مع كلبه هم الأبطال، فأنا كنت طالعة باسمي ضيفة شرف. هو المفروض كان ساب أمريكا وجاي يشتغل، فاشتغل بواب عندي. طالعه كدومينيك عمال يعني. أكل مني على إيه؟ طالعة دومينيك، بس طالعة دومينيك اللي كرهها كل الرجالة، فأما بتشوف البواب تتخيله طالقها اللي لسه سايبها وماشي وخد بنتها منها، فبتقوم يعني مديها بالعلق. طيب كلميني اكتر كمان، بما اننا النهارده قاعدين بندردش، تعالي نسترجع مع بعض اهم المحطات الفنيه اللي خلت دومينيك النهارده ليها اسم دومينيك. هو بالبدايه خالص انا كنت اول موديل عربيه تعرض بميلانو، وكنت لسه بدرس، كنت لسه صغيره وبدرس، فكنت اسافر اعمل اعلانات في ميلانو واطلع في الرانويز بميلانو للممثلين ديزاينرز اجانب يعني ايطاليان وكده. بعد كده ربحت لقب ملكة جمال القارات، ربحت على 80 دولة بألمانيا، فده كان الباب اللي فتح لي كل الفرص تقريبا. بعد كده يعني الموديلنج كان السبب يعني ان انت هو تخشي مجال ملكات الفن. الجمال مختلفة عن عرض الأزياء، عرض الأزياء بيركزوا في الجسم وبس. الحمد لله انا جسمي اجنبي، فعندي بكام سنتي؟ الالير، انا طويله، انا تقريبا اطول واحده. انا خدت انا بالي. حتى انا 177، اوكي بس في حاجه بتزعجني لما بيجي بتحط بالسيرش بيطلع لك طول دومينيك 163 ولا 65، دول مقصرين لي 15 سنتي، مش عارفه ليه استقصدينك ليه تقريبا كده؟ حد مستقصد يقصرني. متغاظ من طولي. لا الحمد لله انا طويله وما بحبش البس كعب عالي، عشان معظم الشباب والناس بيكونوا يعني يا طولي يا اقصر. اوكي
طيب وبعدين بقى من هنا كانت بعدين التمثيل وبعدين ايه اكتر دور يعني كان قريب لقلبك؟ اكتر لا هو اكتر مثلا بالاغاني ولا بالتمثيل؟ لا في التمثيل هناخد حاجه حلوه في التمثيل. أوكي. مثلا في التمثيل انا اللي بحبه مثلا بحب المرأة المسيطرة القوية الشخصية، بس بحب كمان تناقض انه اخد دور المرأة الضعيفة اللي هي حقوقها مهدورة، عشان نوجه رسالة للناس والمجتمع عشان يخففوا العنف على المرأة اجمالا بالوطن العربي. المرأة العربية معنفة جسديا وماديا ومعنفة معنويا ومعنفة بجميع انواع التعنيف، فلازم اخد شوية ادوار كده ندافع فيهم عن المرأة ونوصل رسالة للراجل بعدين الشرقي انه بشويش بقول شوية شوية على المرأة حرام. يعني ليكي نشاطات غير الفن بتدعمي فيها المرأة؟ مثلا وجودك في جمعيات خيرية، وجودك في اي حاجة من الحاجات دي؟ كنت سفيرة لمكافحة المخدرات قبل كده بجمعيات، ودايما بنشارك بتشارتي ايفنتس يعني كده. زي ايه مثلا؟ هو دايما تشاريتي ايفنتس، مفيش اكتر من تشاريتي ايفنتس، بنقدم ساعات حفلات لتشاريتي ايفنتس. اوكي. وفي حاجات كتيره تقدر تكون عنصر فعال فيها بالمجتمع، يعني انت لما تبقى شخصيه معروفه بتقول اي كلمه في عندك ملايين بياخدوا الكلمه مسؤوليه، بيتاثروا فيها. فانت لما بتقول حاجات وحشه مسؤوليه عليك، لما بتقول حاجات حلوه ولا حاجات مفيده دي برضو مسؤوليه. اوكي. وسفيره برضو للتعليم كانت رسالتي اما طلعت ملكة جمال القارات للناس يتابعوا تعليمهم، عشان انا برضو كملت تعليمي على الاخر. ومعي انا خريجة ماسترز ديجري عندي بالبزنس، وعندي شهادة ماركتينج تسويق، وعندي شهادة علم نفس، ويعني شهادة محاسبة متعلمة كويس قوي، متعلمة بزيادة كمان، عشان بابايا ما رضيش اكمل بالفن غير لما اخد اكبر شهادات اقدر اوصل لها بلبنان. طب والشهادات دي بس اكيد فادتك يعني في حياتك العملية طبعا، هي يعني كونت لي شخصيتي. بس هي برضو تقدر تقول ضرتني، عشان انت لما يعني انت لما هتعلى على الناس اللي بتشتغل معاك وتبقى انت فاهمان اكتر منهم ومضطر تسمع كلماتهم وتعمل اللي هم بيحبوه، عشان هم يعني هم حاسه لو وصل لك الرساله في موقف اكبر او اعلى، ما ينفعش تبقى فاهمان اكتر للناس التانيين اللي شغالين معاك. فانت لما بتبقى متعلم تبقى مثقف متعلم، تعرف حاجات اكتر من الناس بكتير. اوكي. فده هيعمل لك مش هيقبلوك في شريحه كبيره، مش هتقبلك كتير طبعا. وفي شريحه كبيره هتحاربك وهتغير منك، وفي شريحه مش هتفهمك. يعني لازم تحاول تفسرها لهم بطريقتهم. فاهم قصدك، فاهم. طيب دومينيك كلمينا الفتره الجايه ايه مشاريعك؟ ايه الحاجات الجديده اللي هتخشيها؟ غير خطوات الشيطان في حاجه؟ لا، خطوات الشيطان اتصور وهو في المونتاج دلوقتي. اوكي. طيب في عندي ورق كلام على اي حاجه في مصر؟ ايوه عندي ورق بيتعرض عليا طول الوقت، مسلسلات افلام. بس يعني في حاجه عجباكي؟ خايفه اخد قرار. ليه؟ في اكتر من ورق معايا. لازم تبقى حاجه تقدمني، يعني تبقى حاجه تفيدني، ما تاخرنيش، يبقوا الناس يعني مقدرني ويبقى الدور لايق فيا. مش عايزه تشاف كاني بس واحده جامده ولا واحده لبنانيه. انت بتحطهم بخانه اللبنانيات اللي هم شكلهم حلو يعرفوا يلبسوا حلو. لا، عايزه شخصيتي كلها تبان بالمسلسلات. ما دلوقتي في اللبنانيات كتير بيجوا على مصر وليهم مسلسلات بان ارب، وبيطلعوا بره اطار الست الجميله او البنت الجميله. يا ريت. انا لازم المنتج يكون قابلني ممثله وعارف نفسياتي وشخصيتي وتمثيلي وادائي قبل ما يحكم على شكلي. اوكي. ميرسي جدا، شكرا لك. انت كان لقاء ممتع، شرفتينا ونورتينا، ويا رب تبقي يعني جاست دائم هنا عندنا في برنامج في عرب، وطول ما انت في مصر تعالي لنا هنا. شكرا يا حبيب قلبي، وانا مبسوطه جدا ان طلعت معاك على البرنامج، وتحيه برضو للمشاهدين، وما تتاثروش بالكلام السلبي من الناس، دايما تاثروا بالكلام الايجابي، عشان الطاقه الايجابيه معدية، والطاقة الإيجابية بتولد طاقة إيجابية تانية، والسلبية معدية برضه. ميرسي جدا دومينيك، شرفتينا.